وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رد مختصر على باطل عظيم أخرجه لنا المدعو وسيم يوسف، وفي هذا الكلام السم الزعاف، وفيه هدم لأصول الدين وأصول الإيمان والإسلام، والله المستعان. وتشاهدون هذا المقطع الآن، ثم بعد ذلك نعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. شباب لا تسجلون. ايه هيك فينا على السماعة. السلام عليكم. السلام. وإذا بغسل مخك كم تعطيني؟ اللي عندي بالبوك. وقته 5 دقائق. سؤال، أنا بسألك سؤال، ترى راح يكون نقاش شبه فقهي، بس شوف كيف راح أدخله، لن أتكلم بالسياسة عشان ما يتم بتر المقطع. زين، وش حكم الزنا؟ حرام. زين، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعددون؟ إيه، وعندهم جواري؟ والله ما أعرف عندهم جواري. لا، عندهم جواري، بعد ما بدينا 5 دقائق تقول ما أعرف؟ عندهم جواري؟ صحابة؟ إيه؟ ايه عندهم. وكان زواج المتعة حلال بوقتهم؟ حلال. ايه كان حلال. يعني انا لو انا صحابي متزوج 4 وعندي جواري وكذا وزنا ماعز رضي الله تعالى عنه، شو نقول للشباب المساكين لا جواري ولا زواج متعة ولا قادرين يتزوجون ولا حريم؟ فما بتشوف معي احيانا العقوبة هذه، الرجم والجلد، فيها مشكلة؟ شوف التردد. ها ها، صح، ما نشوف قسوة. يعني اوكي، الصحابة كانوا محصنين زواج، زواج متعة، حتى ابو موسى الاشعري يقول كنت استمتع بمد من شعير، يعني زواج متعة، وعنده جواري، 4 جواري كان متزوج 4، ومع هذا كان يعني. بس عصر نشوف المساكين، طلعي كلهم الزاوية، الزاوية، فليه نشدد عليهم حد الرجم؟ ما تشوف الاسلام فيه قسوة شوي؟ رد علمي، رد علمي. فيه قسوة شوي. الله يعطيك العافية. اولا، في هذه الكلمة لوسيم يوسف فيها طعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، حيث أنه يصفهم بأنهم كانوا رغم زواجهم وأن لهم جواري وسبايا، إلا أن منهم من كان يزني ويفعل الفاحشة، وهذا طعن صريح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ماعز رضي الله عنه تاب مما فعل، واشتهر في السيرة العطرة بتوبته من الزنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يجوز لنا أن نصفه بهذا الوصف الذي وصفه به وسيم يوسف، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابين ولا نصيفة. ففي جملة كلام وسيم يوسف عن الصحابة، كما سمعتم وشاهدتم بأبصاركم وسمعتم بآذانكم، أن فيه طعن واضح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتنقص منهم. ثانيا، فيه تحليل لزواج المتعة، وزواج المتعة أو نكاح المتعة كان حلالا ومباحا في أول الإسلام، لقلة النساء وكذلك لشدة الحاجة إليه، ثم بعد ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رواه البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وبين علي كما روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه منسوخ، أي كان مباحا فنسخ وحرم. وعن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء
يخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا، رواه مسلم برقم 1406، فهو حرام. ثالثا في هذا المقطع لوسيم يوسف إباحة للزنا، وأنه يسوغ ويبيح للشباب الزنا ويجعل لهم المسوغات في فعل الفاحشة، وهذا حرام وباطل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وعن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الفاحشة، يقول: أشاع الفاحشة، كان يرى النكال على من أشاع الزنا ويقول: أشاع الفاحشة، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. رابعا في كلام وسيم يوسف إنكار لحد الرجم، وهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وهو متفق عليه بين علماء وأئمة الدين. وفيه أيضا إنكار لجلد الزاني. أما الرجم فقد ثبت كما روى البخاري في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والقصص في رجم النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعل من يستحق الرجم كثيرة جدا. وكذلك أنكر جلد الزاني كما سمعتم في مقطعه وفي كلامه. وجلد الزاني ثبت بالقرآن كما قال الله عز وجل في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فوسيم يوسف ينكر هذه الأشياء ويجعلها من القسوة في الإسلام، بل اتهم، وهذه النقطة الخامسة، اتهم في مقطع هذا، اتهم الإسلام بالقسوة، كما سمعتم في نهاية المقطع أنه سأل الشاب أن هذا يمثل قسوة فسكت الشاب، فأصر عليه وسيم، قال: رد علمي، فقال: نعم فيه قسوة، فشكره وسيم يوسف وانتهت المحاضرة على ذلك. واتهموا الإسلام بأنه دين قسوة، كما اتهم ذلك، كما اتهم هذا الاتهام الكفار من قبل من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والعلمانيين والملاحدة. والإسلام دين رحمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا في القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وغيرها من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ضلال وزندقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر هذا الرجل وأمثاله، إنه جواد كريم وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.